السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المصطفى. مرحبا أيها الأعزاء طلاب وطالبة الصف الأول الإعدادي، ومع حل التقييم التكويني نشاط. نقرأ الفقرة أولا، اقرأ ثم أجب. كان حر الصيف يلفح مدينة الإسكندرية بمعطف من السخونة، فيما كانت شمس الظهيرة تلقي بظلالها القاتمة على شاطئ جرش على رمال ذهبية، كانت تتمدد صديقتان مقربتان نور وسالي، تستمتعان بنسمات البحر المنعشة. كانت نور ذات شعر أسود مثل الليل، وعينين عسليتين تشعان بالذكاء، فيما كانت سالي ذات شعر أشقر كأشعة الشمس، وعينين زرقاوين كالماء الهادئ. في تلك اللحظة بدت السماء صافية خالية من السحب كمرآة عاكسة لجمال البحر. ما أجمل شواطئ الإسكندرية، ولكن فجأة هبت عاصفة رملية قوية حجبت ضوء الشمس وغطت الرمال بالغبار، وبدأت الأمواج تتلاطم بعنف مصدرة صوتا مرعبا. شعرت نور بالخوف وبدأت تلتفت يمينا ويسارا تبحث عن ملجأ من العاصفة، لكن سالي أمسكت بيدها بقوة وقالت لها بثقة: لا تخافي يا نور، سأكون معك دائما، سنواجه هذه العاصفة معا. شعرت نور بدفء في يدها ودفء في قلبها وأدركت أن سالي ليست مجرد صديقة، بل هي أخت لها. بدأت نور وسالي تتعاونان لمواجهة العاصفة، فبينما كانت سالي تمسك بيد نور بقوة، كانت نور تساعدها على المشي عبر الرمال المتطايرة. بعد فترة من الزمن هدأت العاصفة وعادت السماء صافية من جديد. شعرت نور وسالي بالسعادة والامتنان لنجاتهما من الخطر، وقالت نور: هل نجونا؟ في تلك اللحظة أدركتا معنى الصداقة الحقيقية، فهما واجهتا معا مشكلة صعبة ونجحتا في التغلب عليها بفضل تعاونهما ودعمهما لبعضهما فقد أدركتا أن الصداقة الحقيقية شعور بالدفء والأمان، وشعور بالثقة والتعاون، وشعور بأنك لست وحدك في هذا العالم. إذن أبنائي الأعزاء، نستفيد من هذه الفقرة أن الصداقة الحقيقية تجدها وقت الضيق ووقت الألم ووقت الحزن ووقت الكرب، فمن ساعدك من أصدقائك في وقت المحنة فهذا هو الصديق الذي يستحق أن تتمسك به طوال حياتك. أما الصديق أبنائي الذي لا يريد أن يساعدك فهو الذي لا يحبك، لأنه لا يحب الخير لك. فركزوا أبنائي وبناتي عند اختيار الصديق النافع، الصديق الصالح، لأن الصديق أبنائي كما يقولون وقت الضيق، وخذ الرفيق قبل الطريق. فالصديق الصالح أبنائي ينفعك في الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم الذي قال في كتابه العزيز: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. الصديق الصالح أبنائي هو الذي سيقابلك في الآخرة وينفعك بحسناته وينجيك من النار، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه. وهذا أبنائي الأعزاء حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا عند اختيار الصديق يجب أن نختار الصديق الذي ينفعنا، مثل بالضبط أبنائي الرجل الذي يتاجر في المسك، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصديق الصالح، مثل الصديق الصالح. أما أبنائي صديق السوء فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير،
وهو طبعا إذا جلست جنبه يحرق ثيابك من النار. إذا أبنائي عليكم باختيار الصديق الصالح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم باختيار الصديق الصالح الذي ينفعك في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أولا تأكد من فهمك من خلال قراءة السطور. واحد، بما وصف الكاتب نور وسالي. تعال أبنائي نشوف بما وصف الكاتب نور وسالي. الإجابة أبنائي الأعزاء: كانت نور ذات شعر أسود مثل الليل، وعينين عسليتين تشعان بالذكاء، فيما كانت سالي ذات شعر أشقر كأشعة الشمس، وعينين زرقاوين كالماء الهادئ. هذه أبنائي الصفات التي وصف بها الكاتب الفتاتين سالي وصديقتها نور. السؤال الذي بعد ذلك أبنائي: لماذا شعرت نور فجأة بالخوف؟ لماذا شعرت نور فجأة بالخوف؟ الإجابة أبنائي الأعزاء: عندما حدث هذا الحدث، فجأة هبت عاصفة رملية قوية حجبت ضوء الشمس، وغطت الرمل بالغبار، وبدأت الأمواج تتلاطم بعنف مصدرة صوتا مرعبا. شعرت نور حين ذاك بالخوف. هذه الإجابة أبنائي الأعزاء. سؤال رقم 3: كيف نجت نور وسالي من العاصفة؟ الإجابة أبنائي الأعزاء: بدأت نور وسالي تتعاونان لمواجهة العاصفة، فبينما كانت سالي تمسك بيد نور بقوة، كانت نور تساعدها على المشي عبر الرمال المتطايرة. هكذا أبنائي تكون إجابة السؤال: كيف نجت نور عندما ساعد بعضهم البعض؟ ثانيا، استنبط من خلال قراءتك ما بين السطور ما الشعور العام للقصة. تعالوا أبنائي نشوف الشعور العام للقصة. الشعور العام للقصة أبنائي: بدأ الشعور العام للقصة بالبهجة والاستمتاع، ثم تحول إلى الخوف والفزع، وتحول بعد ذلك إلى السعادة والامتنان، وأخيرا تحول إلى الدفء والأمان والثقة. الدفء والأمان والثقة. طيب بعد كده أبنائي السؤال رقم 2: اذكر 4 تفاصيل حسية من القصة ساعدتك في التوصل لهذا الشعور العام. هيا أبنائي نجيب عن هذا السؤال، واذكر 4 تفاصيل حسية من القصة ساعدتك في التوصل لهذا الشعور العام. نجيب أبنائي رقم 2، فستكون الإجابة كالتالي. نقرأ أبنائي رقم 2، الإجابة رقم 2: السماء صافية خالية من السحب. هذا طبعا أبنائي رأيناها بالبصر، ترى بالبصر، يبقى بصرية. الأمواج تتلاطم بعنف مصدرة صوتا مرعبا. هذه أبنائي طبعا إيه؟ يعتبر إيه؟ سمعية، نسمعها بالأذن. عادت السماء صافية من جديد، هذه نراها بالعين، يبقى بصرية. شعورك أنك لست وحدك في هذا العالم. إذن أبنائي هذه 4 جمل حسية أبنائي ذكرناها من القصة، وهي إجابة رقم كام؟ رقم 2. رقم 3 بيقول لي: اذكر 3 أساليب إنشائية وزمان ومكان القصة التي ساعدتك في التوصل للشعور العام. هيا أبنائي الأعزاء نجيب عن هذا السؤال. الزمان في الصيف، هذا بالنسبة للزمان أبنائي، قال لي بعد طبعا إيه بيقول لي هنا: وزمان ومكان القصة، نذكر الزمان الأول في الصيف، أما بالنسبة للمكان على شاطئ البحر في مدينة الإسكندرية. أما بالنسبة للأساليب أبنائي الأعزاء فستكون كالتالي: ما أجمل شواطئ الإسكندرية، أسلوب تعجب، بدأ بما زائد أجمل زائد ينتهي في الآخر أبنائي بعلامة التعجب. بعد كده أبنائي: لا تخافي يا نور، هذا أسلوب نهي أبنائي، بتنهاها عن الخوف. بعد كده أبنائي: هل نجونا، أسلوب استفهام. ودي أبنائي 3 أساليب من الأساليب اللي طلبها مني، 3 أساليب من الأساليب اللي طلبها مني. ثالثا، ماذا يعني ذلك لك من خلال قراءة ما بعد السطور؟ اشرح وحلل كيف ساعدتك التفاصيل الحسية والزمان والمكان والأساليب الإنشائية على هذا الشعور العام في القصة، مستشهدا بأدلة نصية. ممكن أبنائي نقول: ساعدت التفاصيل الحسية والزمان والمكان والأساليب الإنشائية في الشعور العام للقصة، حيث أن الزمان والمكان يدلان للوهلة الأولى على البهجة والاستمتاع لشهرة الإسكندرية بأنها مصيف للعائلات، وقد دلت التفاصيل الحسية على الرعب والفزع مثل حجب ضوء الشمس تتلاطم بعنف مصدرة صوتا مرعبا، وكذلك الأساليب الإنشائية لا تخفي أو لا تخافي، هل نجونا، تدل على السعادة والامتنان، تدل على السعادة والامتنان. إذن أبنائي وكذلك الأساليب الإنشائية لا تخافي
هل نجونا تدل على السعادة والامتنان، لا تخافي هل نجونا. رقم 2، إن كنت أنت الكاتب فما النهاية التي ستريدها للقصة؟ جد نهاية، يعني أوجد نهاية مختلفة ثم أكتب عنوانا للقصة. ممكن أبنائي نكتب النهاية: رجعت الفتاتان إلى البيت وقصتا على الجد ما حدث معهما. ما حدث إيه معهما؟ فقال الجد: هذا الموقف تجسيد لمعنى الصداقة الحقيقية. أما بالنسبة لعنوان أبنائي بيقول لي جد نهاية مختلفة وجدنا النهاية ثم أكتب عنوانا للقصة. العنوان: الصداقة كنز لا يفنى. الصداقة كنز لا يفنى. نشاط 4، اعرب الفعل الذي تحته خط ثم اذكر نوعه من حيث التعدي واللزوم. ركزوا أبنائي على الفعل الذي تحته خط. يحب، يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. الناس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. حسنى هي أبنائي هنا مفعول به منصوب بالفتحة، حسنى الخلقي، حسنى. إذن أبنائي يحب هنا فعل مضارع وهو فعل إيه؟ متعدي. فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفعل متعدي. 2، الأطفال يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة. يتعلمون أبنائي، يتعلمون هنا أبنائي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو فعل متعدي، لأن الفعل يتعلمون هم مبادئ، مبادئ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. لا تقرأ كتابا لا ينفعك، تقرأ أنت كتابا، يبقى هنا تقرأ أبنائي فعل إيه؟ متعدي، تعدى المفعول به وهو كلمة إيه؟ كتابا، وهي طبعا أبنائي إيه؟ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، يبقى تقرأ نقول عليها أبنائي تقرأ أنت طبعا، فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه سبق بلا النهاية، وطبعا أبنائي وهو فعل متعدي. أما أبنائي لن أظلم بالقول أحدا، أظلم أنا بالقول أحدا. نلاحظ أبنائي إن فعل إيه؟ فعل إيه؟ فعل متعدي. أظلم أنا أحدا، فأحدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وعندما نعرب أظلم أظلم نقول عليها مضارع، فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه سبق بلن الناصبة، سبق بلن الناصب. نشاط 5، أجب بما هو مطلوب بين قوسين. كنا نقط، عايزين أبنائي خبر كان جمع مذكر سالم، يكون جمع مذكر سالم. نقول أبنائي كنا مجتهدين، كنا متعاونين، كنا صادقين. المهم ابنائي يكون في ايه مفعول، يكون جمع مذكر سالم منصوب بالياء. ان نقط رجل صالح، اكمل باسم من الاسماء الخمسة، الاسماء الخمسة ابنائي اللي هي اب واخ وحم وفو وزوج. نقول ان اباك رجل صالح، ان اخاك رجل صالح، ان حماك رجل صالح، كلاهما واحد ابنائي العزاء، وهو اسم ان منصوب بالايه بالالف لانه اسم من الاسماء الخمسة. رقم 3 ابنائي نقط الى قول ابي، بيقول لي فعل لازم، هات فعل لازم. يقول لي ابنائي استمعت الى قول ابي، استمعت الى قول ابي، فهنا فعل لازم اكتفى بفاعله وايه اللي هو الفاعل تاء الفاعل ولم يحتاج المفعول به. اهتم بادواتك نقط، اذكر نوع الفعل. نوع الفعل هنا ابنائي اهتم طبعا فعل ايه؟ فعل ايه؟ امر، وهو فعل لازم. اهتم هو فعل امر، لو كان عايزه في نوع الفعل مثلا امر ام مضارع ام ماضي نقول عليه فعل امر، اما اذا كان عايز يعرف ان هو لازم ولا متعدي يقول له لازم. يبقى اكتب كده انت الاثنين مع بعض، فعل امر لازم، اهتم فعل امر لازم. نشط 6، اكتب مقالا تعريفيا اجتماعيا عن موضوع القراءة ومن القارئ المثقف، مراعيا عناصر المقال: العنوان والمقدمة والموضوع والخاتمة. ركزوا أبنائي على عناصر المقال: العنوان والمقدمة والموضوع والخاتمة، مع التركيز على عرض الموضوع في فقرات بعناوين فرعية، مع استخدام الأمثلة والدراسات واختيار المفردات والتعبيرات الدقيقة والمناسبة والتسلسل المنطقي للمقال، مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح بين 100 و150. ها هو الموضوع أبنائي: القراءة مفتاح المعرفة. العنوان، عنوان جذاب. تعالوا نقرأ بعدك على المقدمة أبنائي: إن القراءة رحلة شيقة عبر الزمان والمكان، تكشف لنا عوالم جديدة، فهي مفتاح المعرفة. ولكن ما الذي يجعل القراءة تجربة ثرية ومجزية، وما هي صفات القارئ المثقف؟ انتهينا من المقدمة وندخل على الموضوع، وعلى الموضوع أن يكون به أبنائي عناصر، وكل عنصر أبنائي طبعا مجمل، ثم بعد ذلك التفصيل لهذا العنوان: القراءة غذاء العقل والروح.
القراءة تغذي العقل وتنمي الفكرة وتساعدنا على تطوير مهاراتنا اللغوية، بالإضافة إلى ذلك تساعد على تخفيف التوتر وتعزز الهدوء والاسترخاء. العنصر الثاني، القارئ المثقف. ليس بالضرورة أن يقرأ الكثير من الكتب، بل هو من يقرأ بوعي وانتقائية، فهو يختار الكتب التي تثريه فكريا وثقافيا، وهو شخص فضولي يسعى إلى الاكتشاف. صفات القارئ المثقف: حب القراءة والفضول والانتقائية والتفكير النقدي، فهو لا يكتفي بالقراءة بل يحلل ما يقرأ ويقيم الأفكار المطروحة. العنصر رقم 4، أبنائي، أهمية القراءة في المجتمع. أثبتت الدراسات أن القراءة تلعب دورا حيويا في بناء المجتمعات المتقدمة، فهي تساهم في تطوير الوعي وتعزيز التسامح وتحسين جودة الحياة. القراءة هي استثمار في المستقبل. دي أبنائي إيه؟ الخاتمة. القراءة هي الخاتمة، يعني نبدأ من الخاتمة هنا أبنائي والنهاية. القراءة هي استثمار، وتكون عبارة عن اختصار للموضوع. القراءة هي استثمار في المستقبل، لذلك يجب علينا تشجيع القراءة بين الشباب. لذلك دعونا نجعل القراءة جزءا من حياتنا اليومية لننعم بحياة أكثر معرفة وسعادة. كده يا ابنائي نكون انتهينا من هذا الموضوع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وارجو منكم الاعجاب بالفيديو حتى ينتشر ابنائي بين اصدقائكم. جزاكم الله خير الجزاء. لا تنسوا ابنائي الاعجاب بالفيديو. جزاكم الله خير.